تعاقده مع نادي ليفربول حتى عام 2023. العقد الجديد بدون شروط جزائية. راتب محمد صلاح ما شاء الله بيقدر ب 10 مليون باوند، حوالي 235 مليون جنيه مصري سنويا، وبكده يكون محمد صلاح هو صاحب الراتب الأعلى في تاريخ الريدز وليفربول. طبعا عشان بس الناس في ضرائب، ها انا عارفه في ضرائب. انت عارفه الضرائب في لندن كام؟ انا من بكره هعتزل الاعلام واتمرن كوره واروح اساعد محمد صلاح في ليفربول. طيب. اكيد هو محتاج كده. يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بعد توقيع العقد الجديد قال صلاح مؤمنين بصلاح زي ما هو مؤمن بينا. قيمه عقده الجديد بتدل قد ايه احنا عارفين امكاناته كويس. اجمل حاجه في صلاح انه لا يعتبر نفسه اكثر اهميه من الفريق او اي لاعب اخر، انه يعترف بزملائه ويبادلهم نفس المحبه، وهو ما انعكس فيما بعد على نتائج الفريق الموسم الماضي وعلى الالقاب الفرديه التي حصدها صلاح. تمام. محمد صلاح طبعا بعد توقيع العقد او العقود الجديده ظهر في فيديو قصير على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بنادي ليفربول وقال فيه اشعر بالسعاده بعد توقيع عقدي الجديد مع ليفربول. اول موسم مع الفريق كان مدهشا بالنسبة لي ولعائلتي، أشكر كل شخص في النادي وأشكر جماهيرنا، وأعلن أننا نستطيع مع بعض أن احنا نحقق الكثير من الأشياء. طبعا عجبتني ضحكة صلاح وابتسامته في الفيديو، كان مرتاح مبسوط، الناس مقدرينه. أعلى أجر في تاريخ النادي عقد شركة الملابس الرياضية اللي طبعا اللي كان بنتكلم عليه في الفترة الأخيرة مع مش عايز أقول الاسم يعني، اللي قالوا اتلغى واللي قالوا في حاجة تسببت بسبب معسكر جروزني، وأكد الكلام ده بنفسه امبارح رامي عباس وكيل أعمال صلاح، وقال خلينا نسأل طب فين المشكلة. تويتت امبارح دي كان يعني إيه لازمتها وإيه فايدتها وليه الألغاز، لو في حاجة نقولها على طول. وعايز أقول إن المفروض إن رامي عباس يعني يهدى شوية على صلاح، بالتويتات بتاعته بتعمل أشياء كثيرة جدا في الشارع المصري وفي الجماهير المصرية. فأعتقد صلاح إن كل تويتة بتطلع بتكون ليها رد فعل كبير جدا جدا جدا. فبنبارك لصلاح مرة أخرى وبنقول له مبروك يا صلاح، نتمنى إن أنت تستمر في الملعب بس، ونهدى شوية من التويتات ويهدى شوية رامي عباس، عشان انت قيمة كبيرة جدا للكرة المصرية. يعني 10 مليون جنيه نقسمهم على 12 شهر. مفيش فايدة. ألف مبروك وحيد الله طبعا، بتستاهلهم 40% ضرايب يا رزاق. ما أنا عايشة في لندن وبدفع 40% ضرايب. يعني هو لو بياخد 200 يعني حوالي 7 مليون اتفضلي تقريبا، يعني 120 لا 7 مليون قليل جدا. لا إله إلا الله. لا على فكرة أنا مش مبسوطة خالص. ربنا يستر حبيبي. لا الله يوفقك يا رب، عم نمزح طبعا.